السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكملين مع بعض البرامج والمواقع اللي بتفيدني في توفير الوقت، بحيث ان انا استخدم الذكاء الاصطناعي، والحاجة اللي ممكن تاخد مني شهور تاخد مني دقايق. السكيما دي بتشتغل في الريفت وفي الاركيكاد وفي الاي اف سي، يعني كل البرامج دلوقتي تقدر تشتغل بيها لان هو بيشتغل بالاي اف سي. طيب تعالى نشوف كده فيديو بيشرح لنا الفكرة بتاعتها، بدل ما نقعد نعمل الحاجات دي مانوال وتاخد منها وقت كتير والحاجات دي كلها. فبكل بساطة ده عندنا الحدود بتاعت المبنى او شكل المبنى، مجرد بس ان انا اقول له انا بفكر ان انا اقسمه ازاي، وهنا بقول له مثلا عندي الغرفة فيها تقسيمات ايه، فيبدأ يعمل لي المبنى كله بالشكل دوت. وممكن تبدأ تسحب وتقول له لا انا عايز اغير دي، مثلا تبقى غرفة ملكية او غرفة كبيرة وهكذا. تبدأ بقى تغير الاعدادات ببساطة، وكل غرفة فيهم تقدر تغير الاعدادات، وتقدر تقول له بقى طب انا عايزهم كام دور، وكل دور ممكن تعدل فيه بحيث يطلع عندك المبنى باشكال مختلفة زي ما انت عايز. فتخيل مدى الجمال ومدى السهولة ومدى توفير الوقت، والوقت معنا فلوس، ففي ثواني هتقدر ان انت توفر الوقت. وبعد كده ممكن تصدر له الريفت، فتدخل تلاقيه تم البناء في الريفت او في الاركيكاد او اي برنامج من برامج البيم لو انت شغلت الاي اف سي. هو عبارة ان انت معلومات كلها بتتخزن في الداتابيز بحيث تقدر تعدل فيه بسهولة بدون اي مشكلة. وبعد كده يعمل لك اناليسيس لكل تصميم، يعني عندك قصة تصميم تقدر تعمل لك التصميمات بتاعتك.